الحصار زاد جدا على غزة، واتضاف له تهديدات من الجيش المصري لحكومة حماس واتهامات كوميدية لشهداء ومعتقلين انهم عملوا عمليات ارهابية في مصر. وبسبب علاقة حماس بالاخوان وهرتلت بكبرتات الاعلام المصري، فقدت حماس جزء مش صغير من تأييدها الشعبي في مصر، وبكده حماس بقت بين مطرقة الصهاينة اليهود وسندان الصهاينة العرب. وفي قرار شجاع تتحرك حماس في فبراير 2014 في اتجاه المصالحة مع الفصائل الفلسطينية كلها، وتوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط لا يكون لحماس فيها إلا 5 وزارات بس، وبعدها بحد أقصى 6 شهور تتعمل انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني. وفعلا أقسمت الحكومة اليمين الدستورية أمام أبو مازن، والدنيا كانت هتمشي في الاتجاه اللي كل فلسطيني وعربي يتمناه، وهي وحدة الصف الفلسطيني لتخفيف الحصار المضروب على الشعب. حلو الكلام ده؟ لا مش حلو. على طول الصهاينة يعلنوا عقوبات على حركة فتح لأنها عملت اتفاق مع منظمة إرهابية اللي هي حركة حماس. وأهم العقوبات دي 3. أولا، منع وصول 3 من الوزراء المؤقتين من حماس لقسم اليمين في رام الله. ثانيا، وقفوا اي مفاوضات مع السلطه الفلسطينيه. ثالثا، خفضوا الفلوس اللي كانوا بيحولوها للسلطه في رام الله، فلوس جمارك وضرائب بيجمعها الكيان الصهيوني اصلا نيابه عن السلطه الفلسطينيه. المبلغ ده بيشكل الجزء الاكبر من فلوس الرواتب وميزانيه السلطه. الفلوس دي الصهاينه قرروا يقرصنوا عليها. شرط الغاء العقوبات دي كلها هو عدم التعاون مع حماس. في ابريل ويونيو بدا الصهاينه في استفزاز حماس عن طريق محاولات اغتيال داخل قطاع غزة لبعض عناصر الحركة، وحماس ما ردتش. في يونيو 3 مستوطنين يختفوا من مستوطنة، وطبعا المتهم الاول هو حركة حماس كده بدون اي دليل. وبدأ الصهاينة في اعتقال اعضاء من حركة حماس من رام الله، وكمان اعتقلوا بعض الاسرى المحررين بتوع اتفاق 2012 بتاع جلعاد شليط. وبكده يعتبر الكيان الصهيوني فعليا خرق الهدنة مع حماس. العجيب ان بعد كده لقيوا جثث المستوطنين في الضفة. يا راجل، يعني مش في غزة بس برضو حماس هي اللي خطفتهم. حماس خطفتهم وما اعلنتش علشان تساوم بيهم كالعادة. حماس خطفتهم وقتلتهم بدل ما تبادلهم بأسرى. حماس خطفتهم وقتلتهم ودفنت جثثهم في الضفة بدل ما تستبدلهم بأسرى او رفات شهداء فلسطينيين. حماس عملت كده علشان تبوظ الاتفاق اللي هي ساعت ليه مع حركة فتح. حماس عملت كده علشان اتفاقها مع حركة فتح اللي جنن الصهاينة ما يكملش. يا رب رحمتك. ايه اخويا حماس دي حاجة فظيعة. بعدها في يوليو مستوطنين صهاينة حرقوا الطفل محمد ابو خضير حي انتقاما لـ3 مستوطنين بتوعهم اللي محدش عارف مين اللي قتلهم اصلا. وبدأت مواجهات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين فلسطينيين، واستشهد فيها اكتر من شاب فلسطيني، والموضوع زاد بشكل كبير في موجة اعتبرها البعض انتفاضة ثالثة. كل ده وحماس والمقاومة ما ردوش على الاعتقالات والقتل لحد يوم 21 يونيو بدأت الصواريخ، لكن مش من حماس، من حركات المقاومة التانية وهم كثر. وخلينا نوضح هنا نقطة تخص حماس حكى عنها أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام. وسائل يقول: هل ستزجون بشعب غزة في معركة جديدة؟ ونقول لهذا بالطبع لا، نحن على العكس من ذلك نسعى لتجنيب شعبنا ويلات أي حرب أو مواجهة، لكن إذا فرضت علينا هذه المواجهة فنحن لها وسنخوضها، لأن هذا هو دورنا وهذا هو واجبنا الطبيعي. بوضوح، كتائب القسام لا تسعى للحرب، لكن لو فرضت عليها الحرب فستقاتل. التوضيح على لسان المسؤولين الصهاينة ان تعريف الاستقرار هو نزع سلاح المقاومة، وطبعا الشرط ده اترفض من كل فصائل المقاومة حتى قبل ما حماس تتكلم. فطبعا حماس رفضت. بس انا برضو مش فاهم، يعني هي حماس ترفض ليه او توافق اساسا؟ هي ملهاش دعوة.